بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير، نكنيه ميف تونر. في المقطع اليوم راح نتكلم عن مكتبة صوتية من المكتبات اللي موجودة في الأبسوليوت. الأبسوليوت هذه مجموعة مكتبات ستاينبرغ مجمعة في كولكشن واحد، في أبسوليوت 2 في أبسوليوت 3. ف المكتبة هذه راح نوصل لها من خلال هذه الكولكشن الابسوليوت، او ممكن انك انت تاخذها منفصلة من موقع ستاينبرغ. الغرض من هذا المقطع راح نسوي توزيعة بسيطة جدا، نشوف بعض الافكار السريعة ونستعرض وش ممكن من خلال هذه المكتبة البسيطة ننجز من عمل. يعني حاليا نقدر ناخذ المكتبة كذا ونشوف الواجهة حقها، واجهة جدا بسيطة. هنا راح نختار من الميديا بي الأصوات اللي موجودة فيها. هنا قسم الباد، هنا قسم الكويك كنترول، وهنا راح تشوف اللايرز اللي موجودة. طبعا هي بريسيتس جاهزة، يعني مو مثل الهاليون سونيك او الهاليون او الهاليون 6 مثلا، ممكن انك يعني تروح في اعمق من كذا في الالات اللي تستخدمها. هذه الاستخدام السريع المباشر، وزي ما احنا شايفين الانترفيس جدا بسيط وخفيف. فما بنطول وراحين نختار الاصوات من خلال الميديا بي وبطريقة عشوائية جدا. واسحب مباشرة في تراك البيس بالشكل هذا. برضو راح اختار او نتأجل هذا بعدين. نجي هنا الى الليديت حقي واختار كوردات، الشغلة الثانية هذا البيت هنا راح اخلي فوق لانه هنا ايقاع، هنا البيس، وهنا هنا العفو هنا الأرباج، هنا البيس، الكورس اللي في الأخير هنا، وهذا البيانو. أولا راح أشوف أطفي هذه، نسمع الأصوات ونشوف إيش ممكن نستفيد منها. ما شاء الله عشان لا يكون بالنسبة لكم الوضع مزعج، يعني نحاول نخفف الصوت شوية في هذه المرحلة. انا فتحت الانسترومنت علشان اشوف هذا. هنا بالنسبة لهذا الموقع هذا اللوبس، هنا الاصوات، فانا احتاج ان اروح الى الاصوات مش الى اللوب. فراح اعرف بداية الاصوات تبدأ من C3 الى D4، فانتقل هنا إلى C3، علشان تكون المعزوفات هنا داخل الأصوات مش داخل اللوب. وبرضو خلي هذولا في الرينج تبع
الآن أسمع وأشوف أختار وش ممكن يتناسب معاي. من هذه الأصوات، وأنت الآن بإمكانك أنك تحرك الأصوات حسب ذوقك وش تبغى يكون الإيقاع. برضو نجي لهنا وممكن أن تلعب في هذا برضو وتشوف. شباب، الشغلة هي ذوقية، يعني شغلة ذوقية خاصة فيك. يعني أنا ما شاء الله يطول المقطع، حبيت هذه الخلطة وبرجع أستفيد منها للبيانو نفسه وآخذها. الآن بعد ما اخترت الإيقاع اللي أبغاه، أجي هنا إلى الكورد وأقول له فولو، فهذه الأصوات اللي في البيانو راح تكون مطابقة إلى جملة الكورد اللي عندنا. ملاحظة شباب أن أنا ما عزفت البيانو، إنما استفدت من الإيقاع اللي موجود معي. هنا أجي إلى برضو البيانو وحاول ألعب فيه. لاحظين شباب، طالما اللون عندي أخضر معناتهم كلهم فولو كورد، يعني كلهم متماشين مع الكورد. أقدر الآن مثلا أجي وأحاول أوزع الأصوات وأغير وأعدل، مثلا الطريقة هذه. يعني أنت حاول كان يكون اللوب شغال وأنت تلعب في هذه الأصوات. برضو هنا لما نجي إلى الفيلوسيتي ممكن أن نحرك ونعدلها. هنا الكومبرسر عشان يقرب الأصوات من بعضها. هنا منطقة انتقال،
من هذا الكوبليه إلى هذا الكوبليه. فأنا راح أسوي هنا شغلة، أنا أجي للستريتش بالنسبة للإيقاع، بالنسبة للبيانو عمل له دوبلوكيت، وبرضه هنتأكد إنه يعمل فولو. اسمع الآن. طبعا الشغلة إذا كانت مش دقيقة نعمل كوانتايز، نحاول يكون كوانتايز يعني بشكل ما يغير لنا هيئة الإيقاع، ممكن بالطريقة هذه نسمعها ونشوف. يعني هي كلها محاولات أو راحة وجاية، أنت بتختار اختياراتك خاصة، يعني هي فيها متعة الشغلة. يعني غالبا في الإعادة ممكن أن نضيف مثال الأرباج عشان ينعش لنا الشيء أو الدخول الثاني، فأنا برضو راح أقول له follow chord. شباب لا ننزعج من البداية ونتفاجأ كذا ونقول لا خلاص وش هالشي هذا غير جيد. تحاول يعني حاول ادخل، يعني احنا مباشرة سمعنا دخول الصوت هذا، انا بالنسبة لي صوت مزعج، ولو باخذ قراري مباشرة راح احذفه، احذف الصوت مباشرة، لكن لا اتريث شوي اجي للانسترومنت واشوف وش ممكن اطلع من هذا الصوت نفسه. فجيت هنا للكات اوف، نجي لآلة البيس هنا وبرضه نقول له فولو كورد، نسمع وش ممكن تعطينا هذه الآلة. في شغلة شباب أنا أبغى أتأكد منها، إنه دائما في قطع عند بدايات الكورد أو النوتة تكون مع بداية كورد علشان هو يبدلها. نلاحظ هنا برضو شباب نجي للسرعة، ممكن نحصل العمل كده يكون أجمل بهذه السرعة.
أنا هنا راح أبحث عن إني أعملها ليجاتو علشان يصير فيه سستين شوية في البيانو. وبرضو بحتاج إلى إني أضيف بيس لحظة شباب، أنا قاعد أشتغل بطريقة عشوائية، يعني ما في أي شيء قاعد أركز فيه، بس أنا غرضي من المقطع هذا إن نشوف وش ممكن هذه الطريقة نوصل بها. برضو نجي إلى التراك هنا، نعدل الكور عشان يضبط الكوردات نسمعها. برضو لو حبينا مثلا ان نستفيد من هذا الأرباج، نقول له مثلا دوبلوكيت واجيب هذا الصوت. وخليه ينزل اوكتاف تحت. نجي هنا الى وغير، يعني واحد يكون ليفت وواحد يكون رايت. برضو لا انسى اني اختار الكورد علشان يعمل فل. انا احتاج ان يكون اكتب أعلى. برضو أوصل أبحث عن بعض الأصوات اللي أحتاج أدعم العمل بها أو التوزيع. هذه بسيطة. راح أستفيد من البيس هنا. عشان أبغى أخلق
الكورد الساين، اجي هنا برضو الى الكورد بالشكل هذا، فنلاحظ هنا راح يصير عندي، ماشي احتاج اوزعهم اكثر. هذا شباب المقطع، أنا أعتذر كثير شباب إنه ممكن ما يلقى إلى الذوق اللي إحنا متعودين عليه، ولكن غرضي من هذا المقطع إن نستعرض هذه المكتبة وكيف ممكن إن نصنع بها توزيع بالاستفادة من أفكارنا اللي عندنا يعني وخبراتنا. برضو بالاستفادة من الكورد تراك، كيف الطريقة كانت جدا عشوائية، ولكن برضو وصلنا إلى نتيجة ممكن أن نستفيد منها في خلفيات الأعمال. يعني هذا اللي سمعناه شباب، أنا ممكن أن أستفيد منه وأستخدمه في الباك جراوند حق الأعمال، خصوصا المكتبة هذه ممتازة جدا في شغلات الإيقاعية، يعني التوزيعات اللي نسبة الإيقاع فيها واضحة بشكل كبير واجد مثل ما شفنا. أنا أفضل أستخدم هذه المكتبة لأنها هي متخصصة في هذا الشيء، وراح تعطيني غالبية الأفكار والاختيارات بشكل سريع أو مباشر. أتمنى شباب أن تكون الفقرة هذه أو المقطع هذا حصلنا على شيء نقدر نستفيد منه. تحية مني إليكم، أخوكم علي الزاير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.